ديور عليكم طبعا. صباح النصر بقى، هنقول صباح النصر، بس هنقول صباح النصر بفرحة ولا هنقول صباح النصر والحمد لله ان المباراة عدت وفوزنا؟ في الاجواء اللي احنا فيها دي، المونديال والكلام ده، الحمد لله ان احنا الحمد لله ان احنا فوزنا، لان هتلاقي الناس كلها عينيها كلها على كاس العالم. انا طبعا مشفق على النادي الاهلي او الناس اللي بتلعب في كاس مصر او الكلام ده كله، لان كله مركز برضو في كاس العالم. شغلك وكل حاجه وتمام، بس برضو اللعيبه بتاخد الدفعه من الجماهير، واعتقد ان الجماهير كلها عينيها على كاس العالم. والوقت طبعا، لان في 4 مباريات في اليوم، مفيش وقت حتى ان الدوري او الكاس يتلعب الناس تتفرج عليه. بعدين بعد ما تقعد كام يوم ورا بعض تتفرج على كواليتي الكوره اللي بتشوفها في كاس العالم، بتحس بغربه لما ترجع تتابع الماتشات المحليه. وده كمان برضو يعني عامل عاكس على اللعيبه برضو نفسها، يعني الحمد لله المباراه امبارح عدت وكسبنا، يعني النادي الاهلي كسب وكل حاجه، انما في الوضع الحالي انا مشفق على اللعيبه يعني صراحه واللي بيحصل يعني. فالحمد لله ان الماتش عدى والاهلي كسب، لان يعني انك تلعب ب 90 دقيقه ووقت اضافي فهو ده اللي كان عليه علامه استفهام برضه كابتن ايهاب. يعني احنا قلنا الماتش هيبقى مش اسهل الماتشات، بس مش هيبقى صعب، يعني مش هيوصل للدرجات مش الدرجات دي، لان انت برضه البدايه بتاعتك من اول الموسم بدايه اكثر من رائعه جد. محليا وقاريا. طيب يبقى انا بلعب مع المقاولون، فتره التوقف عملنا لها حساب 20 يوم ما لعبناش غير وديات قليله جدا وكل حاجه تمام، بس برضه انا ما شفتش يعني المباراه ان هي كان في سيطره عليها. ليه اوصل لركلات ترجيح برضه؟ لان برضه حضرتك انا قلت لك اللعيبه برضه زي الجماهير، يعني اللعيبه برضه بني ادم. مش المفروض اللعيبه تبقى زي الجماهير، مش المفروض، بس ده الوضع شق وده شق. انا عليك. بلعب انا محترف وانا بالظبط ده اكل عيشي، ده شغلي، ده اللي انا بنتمي ليه، ده اللي انا بحبه، ده اللي انا بفرح بيه الناس، وده جماهير يعني. بس هو المنتاليتي مختلف شويه، يعني في اوروبا هتلاقيهم المنتاليتي مختلف تماما، لا ده شغله وعارف بتاع، انما اللعيبه برضه في مصر او في الدول العربيه برضه يعني عندها حته الحنيه برضو ان يتفرج على كاس عالم، وده كل 4 سنين. تفتكر ده سبب كان؟ اعتقد جزء من السبب يعني. ده يعني انا اعتقد ان هو وضع برضو، حتى لما اجي اقول النادي الاهلي هيلعب النهارده او هروح اتفرج شويه على النادي الاهلي او اشوف كاس عالم، او برضو انا كمتفرج بحس بالكلام ده، واللعيب اعتقد برضه بيحس بالكلام ده. دي حاله استثنائيه، لان بنتكلم على ماتش جاي في وسط فعاليات كاس عالم، وهو الحدث الاهم والابرز وبطبيعه الحال هو الاكثر جذبا للمشاهدات. لكن انا عايز اسال حضرتك بشكل عام، انا هنا ما بتكلمش على النادي الاهلي وما بتكلمش على التوقيت اللي احنا فيه، انا بتكلم عموما، ايه اللي بيخلي في بعض الاحيان فريق ما ايا كان ايه هو مين هو الفريق ده يبقى ماشي كويس لفتره وبعد كده فجاه تلاقي دروب ملحوظ، او تلاقي يعني مستوى الاداء نزل بشكل كبير؟ مش المفروض تبقى الفروقات مش بعيده قوي طالما انت عندك ثبات على المستوى؟ بص يا كريم، بالظبط كلام حضرتك مظبوط جدا في ثبات المستوى بالذات يعني. بس في حاجه، اما مثلا فرقه ماشيه كويس جدا 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 وفرقه ماشيه وحش جدا جدا جدا، ويحصل فتره توقف للموضوع، توقف للدوري او توقف للكاس او توقف لاي حاجه لسبب ما منتخب كده، ممكن في وقت معين من الاوقات الفرقه اللي ماشيه كويس جدا التوقف ده ينعكس عليها، يعطلها يعني. شويه، والفرقه اللي هي متعثره التوقف ده يخليها تعيد حساباتها تاني وتطلع. فهي حاجه من شقين يعني. يعني يقول لك ايه، لا اما تعدي يا اما تكمل يا اما تريح خالص. وده اللي بيحصل في اغلب الفرق، بتحصل في مصر كده. وفي فرق بتستفيد جدا من التوقف ده، وفي فرق ما بتستفادش. يعني الفرقه اللي هي ماشيه كويس قوي ما بتستفادش بالتوقف، ليه؟ لان هي محتاجه الدفع على طول، كل يوم بتلعب كل يوم او كل اسبوع بتلعب، وكل العجله دايره طبعا. انما التوقف ده ممكن يعطلها شويه، وفرقه ثانيه متعثره ممكن التوقف ده يخليها تمشي بعد كده كويس جدا. فهي حاله من الحالتين يعني. فهي ده اللي بيحصل في الوقت اللي احنا فيه ده يعني. طيب على كل حال يعني الحمد لله ان امبارح الماتش انتهى بالنتيجه اللي احنا نتمناها، بننتظر الافضل الفتره اللي جايه كمان من الاهلي. يعني احنا اكيد احنا سعداء، بس احنا عايزين اداء كمان على الارض اللي احنا نعرفه على النادي الاهلي ده الفتره اللي جايه. طيب تحب نخش على المونديال ولا لسه في حاجه حابب تقولها على المباراه بتاعه الاهلي والمقاولون؟ لا الاهلي ان شاء الله عندنا سموحه بعد كده طبعا، بالظبط. ومباراه ربما الناس لما جم قيموا قال لك المقاولون هتكون المباراه الاصعب، سموحه ربما لن تكون في نفس الصعوبه. لو عايز برضو
نتكلم على سموحه لا سموحه فرقه كويسه جدا طبعا لا الفرقه كويسه جدا وبرده لازم الاهلي يعمل لها حساب لان أكيد. مش هتبقى اضعف من المقاولين لا بالعكس يعني نفس التنافسيه بتشوف التنافسيه بشكل كبير جدا يزيد عليهم كمان نشوه رجوع طبعا فرج عامر. عامر طبعا صحيح. والفرحه العالميه بنبارك له طبعا مكافئات وفي حاجات طبعا. برضو من شانها ان لسه عايز اتكلم في الموضوع تحمس اللعيبه تحمس اللعيبه لان اللعيبه وانا اعرف يعني الكلام ده ان اللعيبه بتحب جدا الاستاذ فرج عامر وهندس فرج عامر بنبارك له طبعا من هنا اعتقد ان المباراه هتبقى برضو في صعوبه المقاولين يعني هتبقى في الصعوبه بتاعتها عشان كده النادي الاهلي خلاص هو دخل في الاول اول حاجه بتبقى صعوبه هو يعني. هو الصعوبه بتبقى في قوه الخصم او المنافس ولا بتبقى الصعوبه في فكره انك بتلعب ماتش اقصائي هي دي النقطه الصعوبه في الاقصائي مع قوه الفريق طبعا اللي معاك يعني ممكن فرقه ضعيفه جدا تخرج فرقه قويه جدا وده حصل كتير وده حصل كتير وبالذات في الكاس وبالذات في الكاس عشان كده الكاس لازم اللعيبه او النادي الاهلي او الفرقه الكبيره تاخد بالها من الكلام ده جدا لان كتير جدا من الاحيان واحنا عاصرنا الكلام ده ان فرقه صغيره بتخرج فرقه كبيره وبالذات في الكاس لان هي مباراه واحده ده بيحصل في كاس العالم شخصيا صحيح وده اللي حصل ده اللي احنا بنشوفه واللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي يعني طيب تعالى بقى نروح للمونديال